يختار قائمة واحدة, قائمة واحدة ويختار منها أم يختار عدة قوائم؟ لا, يختار قائمة واحدة ويختار من بينها يعني شخصا واحد أو أكثر دون أن يتجاوز عدد المقاعد المسموحة يعني في في هذاك النوع تاع الانتخاب. وهنا ممكن أنا نجي للقائمة نمشي للتالي, شوف القائمة مثلا فيها 20-23, أنا نمشي لهذاك 22 ونختاره ونمشي اللي موراه 19. ايوا صاي هذو هما اللي نبغيهم انا, هذو هما اللي نشوفهم يوافقوا. لكن عندك الحريه في اختيار قائمه, قائمه واحده. يجي شخص اخر مثلا انت تذهبين الى القائمه باء او جيم وتختاري عاود زوج وثلاثه, انا غادي نجيو نحسبوا باش نحسبوا شحال هذه القائمه فوطاونا, وانما على حسب الاشخاص شحال هذا الدو, وتدي المقاعد على حسب الاشخاص فيها, وبالتالي الاشخاص الذين هم سيتولون المقاعد هم الذين حصلوا على الاكثريه ماشي القائمه. وبالتالي لن اكون يعني لن ارى شخصا لم اصوت عليه بمفهوم الاغلبيه نشوفها في هذاك المجلس الشعبي البلدي او الولايه. يعني فهمتي يعني هذا هو المقصود. اذا الايجابيات وهو ان هذا النظام سيشجع ماذا؟ مساله العمل الفردي. ولكن من ناحيه السلبيات ممكن كما سبق وقال زميلي انه ممكن ان نقضي على ان يحدث صراعات. شوف كيكونوا مثلا في قسم ندرسوا وكانت تكون المصلحه اننا تزيين القسم كان مساله اللي يتعب ويحصل على مثلا نقطه عاليه عندها جائزه. شوفي بيناتهم هما راهم يلعبوا برا الاطفال ولكن بيناتهم يتنافسوا داخل داخل نفس هذا قد يؤدي احيانا الى صراعات صراحه داخليه. وهنا احيانا عاده القائمه تكون من حزب واحد والحزب يكون عنده هدف, وهنا ممكن اننا نتحول او ان يكون هناك تحول عن هدف الحزب مقارنة مع الهدف الشخصي. أكيد الشخص عندما ينتهي له ومش الحزب يدعو إلى مثلا النهوض بالطبقة العمالية أو النهوض مثلا بطبقة الفئات الهشة وأنت تشوف شيء آخر. هنا نقول بأن التوجه نتاعك يختلف عن توجه الحزب. البعض من الفقهاء والمقيمين يعني لهذا الأنظمة يقول لك بأن نظام القائمة المفتوحة سيفتح صراعات داخل الحزب الواحد, بدليل أن كل فرد ضمن القائمة واللي يكون ينتمي لنفس الحزب سيبدا يعني للعمل لصالحه, يعني حملته الانتخابيه لن تكون حمله لصالح الحزب وانما لصالحه. وهنا قد يعني المساله الذاتيه ستضيع, وانما هدف الحزب ومهمه الحزب الموجود كقائمه. هذا من بين يعني السلبيات التي يراها البعض. ولكن اذا نظرنا للسلبيات مقارنه مع الايجابيات اكثر. اعطيك مثال, اذا اردنا ان نتكلم عن اكثر ام الايجابيات تكون اكثر. نظام القائمه المفتوحه ممكن سيجعلك انت تقسم ما تراه مناسبا. في المانيا في سنه 1990 كان يعتمدون نظام القائمه المغلقه, وتبين ان في بالنسبه للانتخابات المحليه ان احد يعني الناخبين هو يعني كان عضو سابق في الاستخبارات, لان نشوف بان المانيا مرت بمراحل تاريخيه كانت يعني في انقسام وبعد ذلك التوحيد بعد توحيد الالمانيتين. اذا وين وجد المجتمع الالماني انه سابق على قائمه انتخابيه تحمل عضوا لا, لا 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 يعني كان سببا ممكن في التقسيم او سببا في ممكن ازمات. وهنا يعني يتطلب الامر اعاده النظر في تلك الانتخابات واعاده النظر حتى في المنظومه الانتخابيه الالمانيه. تشوفي ان احيانا اذا اعتمدنا نظام القائمه المغلقه سنكون ملزمين, وحدثت حتى في الجزائر اننا انتخبنا على قوائم وجدنا ان اشخاص ممكن لهم سوابق قضائيه وغير ذلك وغير ذلك وغيرها من الامور, يعني لا نخوض في التفاصيل ولكن نعلم ذلك جيدا. بل لا يمثلون حتى